بسم الله الرحمن الرحيم، التوفيق رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني أن الله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته لا تحويه الجهات الست. الجهات الست: الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت، أي الجهات الست، الظروف الست. لا تحويه الجهات الست كسائر المخلوقات، لأن المخلوقات إما فوق كالملائكة حملة العرش، السماوات ما فيها مكان إلا ويحوي كثيرا من الملائكة، فلو كان في السماء لكان له هناك ممازل كثير، ولو كان فوق عرشه لكان هناك كثير ممازل ولكان محمولا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لا تخفى منكم خافية. فمن كان محمولا فهو فقير، وهذا هو معنى قول ابن عاشر والغنى المطلق، الغناء عن الزمان وعن المكان وعن الفاعل، وهو كقول المقري رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا: واجب قيامه بالنفس جل أي لا مخصص له ولا محل، أي لا فاعل له، أي لا خالق له ولا محل له. ولا بد أن نكرر هذا البيت دائما: ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. فالفوقية صفة، فهي قديمة، هذه الفوقية قديمة، فلا بد أن نعتقد قدمها، وعندما نعتقد قدمها فعلى الناس سبقت المخلوقات، فهي على ما كان، فهي إذا تشددت لها حالة فصار الله تعالى سبحانه وجل جلاله حاشا يتغير. ولصفاته، فالفوقية صفة، صفة فوقيته سبحانه جل جلاله صفة، ومعيته سبحانه جل جلاله صفة، وقربه سبحانه جل جلاله صفة، ولصفاته ولأسماء حقيقة القدم والبقاء. إذن ترجيع هذه الصفات التي لا نفهم معناها على معاني لا نفهمها: قرب لا نكيفه، فوقية لا نكيفها. ولذلك لما سئل مالك عن الاستواء، الرواية الصحيحة عنه التي رواها البيهقي بالإسناد الصحيح، قال: الكيف غير معقول، لأن كيف لا يمكن أن يسأل بها إلا عن الأشياء التي تتصور. قال: الكيف غير معقول، الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة وأخرجوه عني. جاءه سائل وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله تعالى: خفض رأسه وصارت الرحضة حمى شديدة حتى انصب عليه العرق، وما رؤية يوما أخجل من ذلك اليوم في سائر حياته، ورفع رأسه بعد أن أصابه ما أصابه من التأثر والمرض الشديد من هذا السؤال. قال: الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وأخرجوه عني، أخرجوه عني، لا نريد أن نراه في هذا المجلس. وأول من تتبع المتشابه وصار يشبه الله تعالى بالخلق في أيام، واحد قاله ضبيع في أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سمع أنه تتبع المتشابه ويفتن الناس، فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما جاءه قال له: ما اسمك؟ قال له: اسمي عبد الله ضبيع. قال: وأنا اسمي عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: مد رأسك، فصار يضربه حتى أدماه. قال: إن كنت تريد أن تزيل عني فتنة وكلام هكذا معناه زال عني ما برأسي من الشبه، وإن كنت تريد قتلي فهذا شيء آخر. إذن قال: أنت الآن تنظفت مما كنت فيه، ولكن خذوه واجعلوه في مكان كذا ولا يجالسه أحد.
وبقي هناك منفيا حتى مات لم يشاهده أحد. فهذه الصفات خطيرة جدا، وفهم معناها على ظاهرها مخرج للإسلام، مخرج للإنسان عن الإسلام. نحن نقرأ سأل مسألة أو قال بالكلية رب علما من دون جزئياته أو جسم على ابتداء ابتدائيات الكتب ابتدائيات الكتب. فلصفاته وللأسماء حقيقة القدم والباقي، فلا بد أن نفهم هذه الفوقية وهذا القرب وهذا القرب وهذه المعية قديمة. إذا كانت قديمة وهي قبل خلق الخلق، فكوننا نصفه الآن في إحدى الجهات الست حال تغير، والله تعالى لا يتغير ولا يبيد كما تقدم. ومن أدل دليل على المماثلة تغير الشيء، لأن التغير من صفات الحوادث. إذن لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذا كما قلنا أمس كما قال المقري، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، فاصرفه عن ظاهره إجماعا، واقطع عن الممتنع الأطماع، اقطع عن الممتنع الأطماع، اقطع فكرك وفهمك عن الممتنع على الله تعالى بمشابهة الخلق. فما له من ذاك تأويل فقد تعين الحمل عليه وانضبط كملي وهو معكم، فأولي بالعلم والحفظ ولا تطول، لا تطول عليك المجال معكم. أين الله سبحانه؟ إذا قلنا الله تعالى معه وهو معكم أين ما كنت، أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب ما يكون عبد من ربي، هذا ما يمكن، هذا مستحيل، الحس ينفي ذلك، واضح عندنا. لماذا نؤول بعض الأشياء ونترك بعضها؟ إذا كنا نعرف بالضبط أن هذا مستحيل، إذن الفقه هذا مستحيل. ما دمنا نعتقد لرب العالمين فوقية محسوسة فقد حملناه على العرش وجعلناه محمولة، هذا كفر صريح. أن نحتاج إلى حامل، نحتاج إلى مكان، نحتاج إلى زمان، فكيف يحتاج خالق المكان والزمان إلى حمل وإلى زمان وإلى فوقية؟ هذا خطير جدا. كنت أتكلم مع رجل من العرب وأستاذ، فقال لي ثبت عن السلف الصالح الفوقية المطلقة. قلت له اسمع، السلام عليكم، ما هو معنى الفوقية المطلقة؟ إذا كان ما فهم السلف والفوقية المطلقة وسكتوا فهذا كل السلف يقول ذلك، ما في ما لا يخالف أحد منهم عندما يسكت، هذا لا خلاف فيه. أما إذا كانت مطلقة على الحقيقة فقل لي واحد منهم ثبت عنه هذا، واحد منهم ليس، إذا كانت مطلقة عن التقييد فهذا هو ما كنا نبغي، هذا حالنا كلنا، نسكت ونقول فوقية معنا. وإذا كانت مطلقة بمعنى أنها فوقية على الحقيقة، قال لي من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم للإسراء؟ أي تجسيم فوق هذا؟ معنى أن استوى هنا الخالق والمخلوق، الرسول صلى الله عليه وسلم استوى مع الله سبحانه وجل جلاله. إذن هذا أي تشبيه فوق هذا؟ وأي تجسيم؟ قال من أين أتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ هذا معناها حمل النص على ظاهره الصالح. أين هذا من مذهب السلف؟ هذا مذهب الجنون، هذا مذهب خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا حمل، لأن السلف كانوا يتهربون من هذا عندما يسمعونه، كما قال عمر رضي الله عنه لا يريد أن يسمع هذا الكلام، لا يريد أن يحضر مجلسا بهذا، يعني قال اذهب ولا يجالسك أحد. لو كان النص على ظاهره كيف يقول له اذهب ولا يجالسك أحد؟ وكيف يكون مالك إمام دار الهجرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس وأكباد الإبل شرقا وغربا ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة يخفض رأسه وتأخذ الحمى؟ لو كان سؤالا بسيطا كيف يجعله في غاية المرض وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد عالم أعلم منه، عالم لا يوجد عالم أعلم منه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأخذ الروح ضاع من هذا السؤال؟ معنى أن هذا خطير جدا، وأنتم أمامكم جماعات تجسم الله سبحانه وتعالى، تجسم الله سبحانه وتعالى وتشبه الله تعالى سائرة في جميع أنحاء البلاد. والآن خفت شوكتها، ما خفت، هم بذروها تحت المذاهب، صاروا يقولون مالكية ويجسم، صاروا يقولون الشافعية، وصاروا يقولون الحنبلية، وصاروا يقولون الحنفية، هذا كل أطوار، كل ما مر جيل وخابت شوكة قوم من السياسة، قوم من السياسيين جاء جيل يخلفهم، ولكنه في ستار آخر قاعدة السياسيين، إذا صعب عليهم
صعبت عليهم طريق يأخذون طريق آخر والطريق واحد، هم الوصول إلى نقطة واحدة وهدف واحد، ولكن سيلبسون أثوابا أخرى. لا يغرنكم من قال أنه مالك مالك، ولا من يقرأ الأخضرية الآن وابن عاشر تحت الستار الخداع والنفاق. كثير من الآن صاروا تعرفون الواشوط الآن صاروا مساجد دائمة يدرسون الأخضر ابن عاشر، ذاك ما هو الأخضر ابن عاشر، ذاك ليس الأخضر ابن عاشر، ذاك من المشاكل، ذاك من خاسر، وذاك ليس الأخضر، ذاك المصائب تحت ذلك. هذا كل وهل الدعوة والتبليغ، أنتم الأخضر يذهبون به، ذاك ليس الأخضر. أنا أحذركم من ذلك الأخضر ومن ذلك ابن عاشر. ما دام الإنسان ينتسب إلى طائفة احذروه. لو جاءكم المرابط الحاج الآن رحمه الله تعالى وقال لكم واحد أنا تلميذ المرابط الحاج واحد من جماعته، قل له لا نريد لا نريدك، ما دمت تنتسب لا خير فيك. الانتساب هو السم الناقع الآن. لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات كسائر المخلوقات، والمعراج حق. هذا شيء الرجل خبير جدا قال لا تحوي الجهات الست، مباشرة قال المعراج حق، مع أنه يريدنا أن لا نفهم أن طريق المعراج كان يريدنا أن ننفي التشبيه عن الله تعالى. فلا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات قال والمعراج حق. يخاف علينا نحن يعرف أن أفهامنا قاصرة، فمباشرة عندما نفى التشبيه عن الله ليس في هذه الجهات لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا أمام ولا خلف، قال والمعراج. اسمع كيف العلماء يدققون الأمور حتى لا يختلط على العوام مثلنا. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعراج ونقطته العقيدة الإسلامية هي الغيب. المعراج حق، وجعل الله تعالى طريقة المعراج طريقة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج جعلها فتنة، كما قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والقرآن المخوف وما جعلنا إلا قرآنا كبيرة. غدا هذه فتنة امتحان، والفتنة في لغة العرب الامتحان، ليس بمعنى أن واحد يقع مثلا في مصيبة، هي امتحان. يقال فتنت الذهب معناها خلصته، الذهب يجعل على النار يفتن فتسيل منه تلك الذوائب الفاسدة ويطلع ذهب يعني خالص ناصع. كذلك الفتنة تصفي خيار الناس الذين مثلا قلوبهم سليمة ونظيفة يتجاوزون تلك المحن، والذين هم لهم ضعف ولهم شك ونفاق يظهر أيضا نفاقهم وفسادهم. لذلك ليلة الإسراء ارتد ضعاف المسلمين، ارتد ضعاف المسلمين أنهم لا يتخيلون إنسانا كان بين أيديهم البارحة وناموا عنه نوجا البارحة وقال لهم أنا ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت البارحة، وهذا الشيء لا يتصور حتى قبل أن يخبرهم بالمعراج ما صدقوا. فما بالك بواحد خرق السبع السماوات وكل سماء بينها وبين صاحبتها 500 عام، وبيننا وبين السماء الدنيا 500 عام، وما فوق العرش لا يعلمه إلا الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وصل إلى مكان لم يبلغه نبيون مرسل ولا ملك مقرب، معناه حملة العرش لا يعلمون المكان الذي يهب إليهم النبي، حتى حملة العرش لا يعلمون لأنهم من الملائكة المقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى حملة العرش لا يعلمونه. المعراج حق، المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وبروحه. المعراج الصعود عندهم تعريف الجسم، عن جسم النبي صلى الله عليه وسلم شمعة. ماذا قال الله سبحانه؟ الله تعالى قال سبحان الذي أسرى. هي القصة بدأها بتنزيه الله تعالى وبصورة الاستعجاب، لا بد أن يحضر الإنسان هنا. ما قال الله سبحانه أسرى بعبده، قال سبحان الذي أسرى. هي صيغة عجيبة جدا لأن القرآن بليغ جدا ولا زال بلغة العرب. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العبد ماذا تطلق عليه؟ فتطلق على روحه. ما قال أسرى بروحي عبده ولا أراه في النوم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بداية الإسراء من بعض وبين وابتدئ في الأمكنة في من وقد تأتي لبدء الأزمنة. بعض وبين نص ابن مالك ابتداء المكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، النهاية كانت من طريق الإسراء الأرضي هذا إلى المسجد الأقصى فلسطين. والمعراج
أخبر به صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم، وأخبر أنه قابل الأنبياء وقصة الإسراء والمعراج فيها كثير من عقائد الإسلام. أولا، واحد عندما تتمكن فيه العقيدة الإسلامية وتثبت فيه الدين، كلما أخبره برسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه ما يكون له شك. هذا ما مثلا هو اللي وقع لمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كنائم في أهله وناموا عنه في مكة، وتختلف الروايات. بعض الروايات يقول أن جبريل جاءه في بيت أم هاني وهي ابنة عمه وأبوها أبو طالب رضي الله تعالى عنها، أسلمت عام الفتح وما كانت في ذلك الوقت مسلمة، تأخر إسلامها، فجاءه وخرق السقف وذهب به إلى بيت الله الحرام، وجد البراق هناك مربوطة، والبراق دابة تحت الفرس وفوق الحمال، ويضع حافره عندما ينتهي بصره، أسرع من الطيارات بكثير جدا، صاروخ سريع جدا، وركبه. ولما أراد ركوبه مسه منه فزع، فقال له جبريل عليه السلام: هذا محمد صلى الله عليه وسلم ما ركبك أحد أفضل عند الله تعالى منه، أو كما قال، لأنه البراق ودابة الأنبياء. فركبه وصاحبه جبريل خادما، فلما وصل إلى بيت المقدس وجد الأنبياء هناك. لا بد أن نفهم هنا قاعدة أن الأنبياء أحياء، وأنهم يمشون ويتصرفون ويصلون ويستقبلون، ولهم وجود والحالة أقوى من حياة الدنيا، ليست حياة برزخية. من قال لكم حياة برزخية؟ قل له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كذبا واضحا، لأنه وجد الأنبياء هناك وصلى بهم، قدموه للإمامة وصلى بهم. قال الإمام السبكي، وسأتكلم عليه في البردة، أنه من هذه القضية اتضح منه أنه رسول من الأنبياء، لأنهم انتظروه هناك وقدموه، وقال الآية دالة على ذلك. وإلى ذلك الحديث يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد. قال تحقق، وضح من الآية ومن هذه طريقة انتظار الأنبياء له وإمامتهم إياه، جعلهم له إماما وصلى بهم، أنه رسول إليهم. وإياه قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة وما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ثبت الآية، وكذلك الحديث يعضدها أنه رسول لهم وأنهم نواب. قال الإمام الباجوري، هذا شرح البردة، قال: هذا هو الحق والقول الحق، وإن كان قول بعض العلماء أنه ليس رسولا إلا الأنبياء، ولكن الحق هو قول الإمام السبكي أنه رسول الأنبياء، والآية تعضده والحديث يعضده. إذن وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء هناك وصلى بهم، ولما انتهى من الصلاة بهم ربط جبريل البراق هناك بحلقة كانت تربطه بها الأنبياء هناك في بيت المقدس، حلقة مثلا دائرة من الحديد، وبدأت قصة المعراج. قصة الإسراء ثابتة من القرآن، واحد انكرها لا سيكون خارج على الإسلام، هنا واضح جدا. وقصة أيضا المعراج قريبة من ذلك، لأن أحادها صحيحة ثابتة من البخاري ومسلم وغيرهما. المهم أنه لما وصل إلى السماء الدنيا، يختلف أصحاب السير، يقول أنه ذهب في مرقاة، بعضها ذهب وبعضها، لكن الله تعالى أعلم بذلك. المهم أنه صعد إلى السماء الدنيا، وبيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام كما في بعض الأحاديث الصحيحة. لما وصل إلى السماء الدنيا، يقول أصحاب السير أنه دق الباب، جبريل دق الباب، فإذا هي السماء مغلقة، كما جاءنا في القرآن العظيم أن السماء الدنيا السماوات كانت تسترق من الجن خبر الغيب. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه لما ولد، يعني خلاص سدت تلك الطرق، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر ولد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهي قصة طويلة. المهم أنه وصل هناك فدق الباب، فقال له بواب السماء الدنيا، قالوا: من معك هذا؟ من هذا؟ قالوا: هذا جبريل. قالوا: من معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو بعث إليه؟ قال: نعم بعث إليه طبعا. فقالوا: مرحبا. فإذا هو آدم هناك جالس، آدم هناك، آدم صلى في بيت المقدس وهناك وجده في السماء الدنيا جالس.
هذا هو الإيمان بالغيب. وجد هناك يجد عند يمينه فإذا هو عند يمينه من ذريته داخل الجنة، وإذا هو يبتسم عندما يلتفت إليه، وإذا هو عند يساره من ذريته يدخل النار فيحزن لذلك. ما وصل السماء الدنيا السماء الثانية والثالثة والرابعة كلهم يجد فيها وفدا من الأنبياء كعيسى وإلياس ويحيى، إلى أن وصل إلى السماء الخامسة وجد هارون هناك، وإلى أن وصل إلى السماء السادسة وجد موسى عليه السلام فتجاوزه فاغتبطه وقال هذا عجيب سبحان الله الرحيم، هذا الشاب والحده السنة بعدي يأتي ويتجاوزني. المهم أنه كانت غبطة، والغبطة بينها وبين الحسد شيء واضح، الغبطة هو الحسد المحمود، أن يتمنى الإنسان أن يكون في المقام الذي فيه غيره ولا يزول ذلك المقام عن ذلك عن صاحب المقام، وهذا هو الذي وقع على موسى عليه السلام، والدليل عليه أنه نصحه وخفف عن الصلوات. فلما وصل إلى السماء السابعة وجد إبراهيم وجبريل معه يرافقه، ما زال وجد إبراهيم هناك مستندا ظهره على البيت المعمور، جالس إبراهيم عليه السلام عادي طبيعي جالس مستندا ظهره على البيت المعمور جالس. فلما وصل إلى سدرة المنتهى وهناك الجنة فوق السماوات، وصل إلى سدرة المنتهى معناه ينتهي عندها علم الأولين والآخرين. سدرة المنتهى لها جذور في السماء السادسة، بعض العلماء يقولون في السماء السابعة وغصانها متواصلة مع العرش، لأن العرش بالنسبة للسماوات والأرض كنسبة السماوات والأرض بالنسبة للحلقة كما الحلقة بالنسبة للعرش، لكن الحلقة هكذا صغيرة يعني. فلما وصل جبريل إلى سدرة المنتهى يقول أصحاب السير أنه له النبي صلى الله عليه وسلم أو في مثل هذا المكان تتركني؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما منا إلا له مقام معلوم، أنا ما أعرف ما وراء هذا، لا علم لي بما وراء هذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. فلما وصل إلى مكان لم يبلغه نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلمه ربه ورآه بدون زمان ولا مكان لله تعالى، كما قلنا لا تهويه الجهات الست هذا الرجل من السلف الصالح في القرن الثالث، ومجمع على ربط لكم طريقة المعراج بطريق لا تهويه الجهات الست حتى لا تفسد عقائدكم. نتيجة من العلماء جزاهم الله خيرا هم ورثة الرسل، هم ورثة الرسل أعطاهم الله تعالى هذا الميراث، فهم مسؤولون كما قال الإمام مالك بلغني أن العلماء يسألوا كما سألوا الأنبياء يوم القيامة، يسألون كما سألوا الأنبياء، قال تعالى ماذا قلتم لهذه الأمة، ماذا قلتم، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يقال العلماء أيضا يوم القيامة ماذا فعلتم مع الأمة الإسلامية، هل أنتم بلغتم الرسالة صحيحة أو صرتم من أصحاب السياسة، هذا سيسألهم الله تعالى يوم القيامة. هو أيضا يعلم أنه مسؤول يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة هل هو سياسي أو صاحب دعوة صحيحة، فقال بعد الجهاد لا تحوي الجهاد الست، قال هو المعراج حق. هذا الرجل يعرف أنه يخاطب العوام ما يخاطب العلماء، إيضاح واضح جدا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلمه ربه وأراه ذاته العظيمة التي لا تحويها الجهات الست ولا تحويها العقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه الحجاب الذي كان يحجبه. ولذلك ابن مهيب في القرن السادس ماذا قال؟ قال يرى ملكوت العرش وهو بطيبة، وكان يرى هذا فقط تفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورى ملكوت العرش مغيبات العرش وهو بطيبة حضور رسول الله من دون غيبة، وكيف يغيب القلب قلب قدس بالشرح، كيف قال يغيب القلب والله تعالى قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لينقض ظهرك، هذا التألم هو الآن، هذا ما كان يخفى عليه وما كان يغيب عليه، هو كان يمكنه أن يرى ربه في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لكن هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع له في مكان لم يصل إليه مخلوق حتى ينفرد هو بالمقام العالي دون غيره، وإلا فالله تعالى لا يتشرف بالأسمية ولا بالأمكنة ولا بالفوق ولا بالتعالى، لأنه خالق الفوق والتحت، رأى ربه بدون مكان ولا زمان، وسنرى ربنا إذا الله تعالى رضي عنا في الجنة بدون زمان ولا مكان أيضا، فما هو الفرق، وسنراه يوم الحشر، وهذا عادي، فالله تعالى يمكن أن يزيل الحجاب حتى عقلا عنا في الدنيا حتى نراه، هذا ليس ممنوعا عقلا، وإنما الله تعالى حكم بينه لا يرى في الدنيا، وإلا فهي ليست مسألة يعني
يعني مستحيلة عقله، بل هي جائزة عقله مستوية الطرفين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى السماء السادسة وجد موسى هناك ينتظره، وكان في غاية نصحه هذه أمتي. جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاه خيرا، جزاه أحسن ما جزاه النبي. أصلي قال ماذا فرض عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك وصل التخلي، إني امتحنت بني إسرائيل بذلك فلم يقدروا، إن أمتك لا تستطيع ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف للمرة الأولى فوصلت إلى 45، فقال له ارجع إلي فسأل التخفيف، فرجع وسأل التخفيف ووصلت إلى 40. وهكذا صار يتردد بين المكان الذي كلم فيه ربه ورأى ربه وبين موسى حتى وصل إلى 5 صلوات. كلما رجع إلى مكان المخاطبة خط عنه 5 إلى أن وصل إلى 5 صلوات. فقال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فسأل التخفيف، فقال إني استحي من ربي. فناداه المنادي قبل الله تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أرضيت؟ قال نعم رضيت. قال إنها 5 وثوابها 5. نحن الآن الحمد لله نصلي 5 صلوات وثوابها 5، لأن حسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة 10 صلوات. ستظهرنا علينا فائدة موسى عليه السلام، لأنه ما هنا الحمد لله كان سبب تخفيف عنا، ولو صلي الحمد لله لا نصلي 5 صلوات. والبصير يقول ولو يصلي سوى فرض ما لم يصم، هذا عالم من العارفين، فما بالك بنا نحن الله. يعني نرجو الله أن نكون فقط نصلي ظاهرا وما باطنا بعيد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ووجد البراق هناك مربوطا، ورجع جبريل. عندما وصل إلى سرة المنتهى صاحبه جبريل، وصل إلى المكان المعلوم لجبريل عليه السلام. فلما وصل إلى بيت المقدس راكب أيضا، وفي طريقه مر بقوافل لقريش، وستأتي قصة أطول من ذلك. مر بقوافل لقريش وضبطها، وما هو ما ركز في ليلة الإسراء على بيت المقدس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مأمور فقط وسيفعل ما أمر به، لا يفكر هل سيقول أبو جهل وسي به كما سنفعل، فقط هي أوامر، هي أوامر. النتيجة عنده ليس إعجاز أبي جهل ولا غيره، هي أوامر فقط جاءت من قبل رب العالمين فامتثلها. فلما وصل من الغد التفتت يوم هاني وقال أنه ذهب إلى بيت الله الحرام، وعرفت أنه سري به البارحة. قالت له أنا أعتقد أنهم لن يصدق. فمسكت ثوبه صلى الله عليه وسلم فنفضها وذهب. قال أنا ذاهب على كل حال سأخبرهم بما وقع البارحة. فوجد أبا جهل وزعماء قريش كفار قريش جالسين ينتظرونه يتربصونه. قال هل من جديد؟ قال نعم البارح وسي، ما أخبرهم عن المعراج. قال وسي بي البارح إلى بيت المقدس وراه. قال أبو جهل والجماعة هل انتهى الخبر؟ هل ما سيصدق أحد في ذلك؟ المهم أن جمعوا، فإذا بعد ذلك بقليل فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه آتي. قالوا أن صاحبك جاء بفرية لا يمكن أن يصدقه البارح، جاء بكذب لا يمكن أن يصدقه البارح. قال ماذا قال؟ قال أن البارح سري به إلى بيت المقدس ونحن نضرب الإبل شهرا ذهابا وشهرا إياب. قال إن كان قال ذلك فهو صادق. ما أريد أن أفكر. إن كان شر إذا قال ذلك لا أفكر. هل قال والدليل على ذلك أني أصدقه في خبر السماء غدوة روحة والسماء وبعد من بيت المقدس، وكل يوم مساء صباحا في خلال ثانويات ينزل علي جبريل ويأتي بالوحي. هذا أفعل من بيت المقدس، بيت المقدس شهرين فقط وفي الأرض، وكلكم يعرفون تذهبون إلى رحلة الشتاء والصيف، أما السماء ما عندكم عنها خبر، ما تذهبون إلى وما عندكم ومحروسة. فكيف قال أنت بعد الآن صار لك اسم يقال له الصديق؟ وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين، الرقم الأول قبل الصالحين جميعا وقبل الشهداء. الشهداء أحياء عند ربهم، أما أبو بكر قال هذا فوق ذلك، فوق أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، أما أبو بكر ففوق ذلك. لا يخطر بقلوبكم مطلقا أنه كالشهداء. وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الرقم الأول الصديقين وبعد ذلك الشهداء وبعد ذلك باقي الصالحين. فقالوا له إذن صف لنا بيت المقدس، إن كان قولك حقيقة صحيحة صف لنا بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ركز على بيت المقدس، فقد صلى بالأنبياء هناك وصعد ورجع، لما رجع لم يفكر فيه، وهي كانت هي أول زيارة ما زاره من قبل. فجلس ليصفه لهم،
ما كان أي نوافل ولا أبواب على التفصيل. فأزال الله بعض العلماء يقول أزال الله عنه الحجوبة فصار يراه من هنا، بعض يقول أنه رفعه كالتلفاز، عندنا تلفاز الآن للأسف، فصار تلفازا متقدم، فصار يصبه لهم بابا بابا نصراعا نصراعا قوة قوة نافية. قال الأصاب صحيح ولكنك هو الأصاب، ما هي مصيبة. المهم أنه قال هل مررت في طريقك بآباء؟ نعم مررت بقوافل، إبل لبني فلان وإبل لبني فلان وإبل لبني فلان. وفي يوم الأربعاء ستأتي الإبل يقودها جمل الأورق، معناه يقوله في العامية هنا حو، فيجدها جمل الأورق يركبه فلان بن فلان قبل غروب الشمس يوم الأربعاء. فلما كان يوم الأربعاء صاروا يرتقبون ليأخذوا عليه كلبة، حاشاهم من ذلك، فصاروا كل يرتقبون. فلما تهيأت الشمس للغروب اعتقدوا أن الشمس ستغيب قبل أن تأتي، فرجعوا قهقرة وقالوا إذا الشمس تحضرت الغروب، فرجعت الشمس إلى أن وصلت إلى مكانها عصرا. ولما وصلت إلى مكانها عصرا ظهرت الإبل ويقودها الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويركبه فلان ذلك ابن فلان. فقالوا الشمس رجعت مكانها عصرا، فقالوا الإبل أيضا جاءت، ولكن ما زادهم هذا إلا طول. من لم يهدنا من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال بعض التابعين، سئل بعض التابعين عن قريش مع حدة عقولها مع حدة عقولها وفهمها، قالوا لهم كيف قريش لم يهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، تلك قالهم عقول، قال لهم تلك عقول لم يصاحبها توفيق. إذا لم يصاحب التوفيق العقول لا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، استغفر الله لي ولكم، وسنوفي إن شاء الله الدرس إن شاء الله.